الرحمن الرحيم. ممكن طلب بسيط من فريق الإعداد؟ ممكن أي شخص دخل داخل أنك تخصم عليه؟ تم؟ شكرا. أي شخص؟ كم 500؟ أنت حط 500 وحدد 500، أنا بحدد رقم. طيب خليها نقطة، خصم نقطة على كل واحد لأن إحنا يعني. طيب نادر معجب سعود الحوشان، يعني أنا ما يحتاج مين أقول فيكم في الـ في الـ في, الـ في البليغرو بعد كشف الحظ، فاللي حاب أقوله لك يا معجب إنك حصانة، لكنها هجت معك اليوم شوية ورجعت وهجت ورجعت هجت ورجعت، بس تبقى حصانة. الله يجازيك الجنة. فيعني المفروض إن إحنا باركنا لك من قبل 3 أيام، مبروك أنت راجع القرية. الله يطول عمرك. لكن نادر، نادر أنت وسعود واحد فيكم بيروح البلي جروب وممكن اثنين، فحاب أقول لك يا نادر أنك نوع من الحسا ولا لا؟ والله من الرياض. ونعم. كيف تشوف مشيك في البرنامج إلى الآن؟ خط مستقيم ولا مستقيم؟ في أحد مزعل في البرنامج صدق صارحني؟ لا ولا واحد مرة. طيب جدا ألف مبروك يا نادر، أنت راجع القرية. الله يبارك فيك يا حبيبي. أما حبيب قلبي سعود الحوشان اللي سلف نفسه 1000 اليوم، وأنا أتمنى كنت أتمنى أنه ما يسلف نفسه ولا شيء، لأنه يعني إذا بتسمح لي تعطيني الكوب بس تقهوة، بس أبغى تقهوة إذا ما سعود شرفني على البليغرو أول اسم معي. عطشان مرة بجيب لك. سعود إذا تسمح لي بس تجيني المسرح هنا، إذا تسمح لي تجيني هنا. إيه ما ودنا نضايق الرجال، أمس لا 3 أيام متعكر وكذا، ما صح يا نواف؟ نعيم يا نواف. واحد في الإعداد أعطاني دبعة، أقولها لك عادي؟ قلها. طيب تدري إيش يقول لي؟ يقول نواف نعيما. الله ينعم عليك. بس قال لي حاجة ثانية. خلها شوي. وش يقول بعد؟ وش قلت بس؟ ذكرني. إيش قلت فيه؟ لأن ما هي بحلم اللي داخل. أحمد. اسمعني أحمد. إيش قلت فيه؟ اليوم يومك يا أحمد، قول اللي تقول. نواف ودي المسرح ولا نخليه هنا؟ أودي. طيب هو يكره. طيب برضو حنين. والله حنين عليك، لكن أنا ماني حنين. عايد يرجع القرية ولا يروح هناك؟ يقعد في القرية. يقعد هنا؟ يقعد هنا. يأكل إيش؟ يأكل من البرتكان. من البرتكان. الله. طيب إذا قلت أنت تروح وهو يأكل برتكان؟ ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة. إخواننا وبعيش كلنا. يعني ودكم طيب تأكلون الاثنين برتكان؟ المشاركة حلوة مع أبو عياش. ما المشاركة جميلة. طيب لو أشاد يعني بتشاركون فرحة سوا؟ الحزن قصدك؟ طيب خلاص يعني إذا يعني تفرحون سوا لو أعلن اسمكم الاثنين؟ نعم. أنكم أنتوا الاثنين راجعين القرية؟ يا سلام. تفرح؟ على طول. أبو جابر يكون معنا. أبو جابر معكم؟ الله. تبغى أبو جابر معك؟ أكيد. لا أنت كذا طمع. عشان انك طماع عايض. انا ما احب الطماعين والله العظيم، عشان انك طماع انا ما احب الطماعين. حاب اقول نواف المبروك رجعت القريه. باقي بشرنا بس بشرنا، خلينا نعيش الفرحه. تبغى تعيش الفرحه؟ إيه؟ نخلي عايض يعيش الفرحه بس بالله لاني انا نساي شويه. قلها يا ولي افعلها وخلصني. ما اسمعك والله يا احمد. اقتلنا بسهمك. ها ما حبيت الحركة والله، لو ما سويت الحركة هذه يمكن أقول لك المبروك راجع القرية. عشان الحركة هذه، عشان ما تعيدها عايض. شفت سعود؟ أيوة. لا تقولها. شفته؟ لا
اكيد قدام. تبغى تكون الثاني؟ والله يا. طيب خلاص الف مبروك، لكن انت رايح مع سعود. يلا انت ثاني اسم، انت ثاني اسم معي في البليك يا عياض الحالي. هو البرتقال ما يكفي اثنين، هو يكفي واحد عادي. استاهل ابو عياض يعني ما خلا منك وراجع باذن الله يا ابو علي. محمد وهادي وماجد وصالح يعني كنت واثقين جدا، الا الشخص واحد فيكم كان متوتر بشكل كبير جدا، وكان يعني زي ما تقولون ما فكر، جت ما جت ما جت. هو يعرف نفسه الان، يعني انا ماني واقف الحين على راسه، لا انا ما يعني بلمح لكم بقول هادي، لا انا ما قلت هادي ولا جبت الاسم هذا. صح يا ماجد؟ الف مبروك، انت جتك نقاط كثير بس ممكن تشرفنا مع سعود مع عايض. فانا يعني يا ماجد اللي قاعد يصير الفتره الاخيره منك في البرنامج شيء جميل، ومفترض انك تكون في المسرح هناك، ولكن ما انت في المسرح هذا انك انت قدامي، لكن ممكن تروح. ممكن تروح صالح، ممكن تروح. لا انا ما باك تروح، ابغى طلب واحد بس بعد اذنك يا صالح، طلب بسيط صغير جدا، طالبني يا عم منيب. يا رب فهمته. انا ولا عم منيب طالبك انت؟ اي يبشر. اي وش طالبك؟ وش طالب؟ وش يبغى منك عم منيب؟ برافو عليك، بديت تفهمني. صالح تروح المسرح؟ والله اتوقع اي شيء صراحه. تتوقع؟ دام ابو علي انا اتوقع انك انت بتروح البرايم وبتروح للمسرح وبتكون ضمن الست الاشخاص اللي في البلي جروب، بس ما هو اليوم. الف مبروك رجوعك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أبارك فيك. أبو جابر يا لبي، أباك في خدمة بسيطة تخدم أخوك الصغير فيها. أبشر والله بالسعد. أيا كانت أباك تمسك بيد هادي وتقومه. قوم يا هادي. تمام. أجلس وتأشر لهناك. شوف جنب تقول له أنت ثالث اسم معي في البليكرو يا هادي. راجع ان شاء الله يا ابو رب. السلام. شكرا والله، شكرا يا ابو، لانك انت وصفت التوصيف الصحيح، التوصيف الفخم. انت يوم وصفت عرفت الطريق؟ من هو تكلمني؟ يكلمك انت يوم وصفت له، وصفت للرجال انه يمشي سيده ويلف يمين ويسار. إيه؟ تعرفت الطريق؟ هو عرفت الطريق؟ يا سلام. هلا هلا ابو جابر، شفت الطريق؟ ايه احفظه. واضح. سالك. يا سلام. تدري ليش؟ ليش؟ لانك بتروح له الحين، بس ما هو بدا الحين دالحين. ما بدا الحين دالحين. بعد ما نعطي ماجد يعني القرار بنرجع لك. خذ راحتك. نعطيه هو ولا انت اول؟ الله اللي ودك. قول لابو جابر بالله اطمن. اقول لابو جابر؟ طيب الف مبروك رجوعك القريه يا ماجد. استاهل. طمني ان ابو جابر راجع. نفرح منور ام الدنيا. انت باقي جالس هنا؟ ليش؟ ما ادري. اخوان بالله اعطوني محمد مفرح قبل ما ارجع لابو جابر. محمد مفرح انا استغربت انه باقي جالس. انت باقي جالس؟ ايه. ليش؟ والله ما ادري. يعني انت مسوي متوتر الان ولا ايش؟ والله اني متوتر. ليش؟ ابو جابر بيرجع. خلي ابو جابر. محمد مفرح. شامل. انت مفروض تكون برايم صح؟ ايه. ليش جالس؟ ابغاك تعلمني ابو جابر. اعلمك ابو جابر؟ إيه؟ طيب تكون معي؟ طيب. روح انت ابو جابر امسكه بيده، تمام؟ روح امسكه بيده، انا بعلمك تكتيك حلو جدا. ممكن ترى ازعل ناس كثير، ممكن ازعل اصحاب الدخوليات. روح عند ابو جابر. اسمع مني. روح عند ابو جابر بسرعه، قدامك ثلاث ثواني. قول له يا محمد جابر، والله ها انك رفيق الدرب وانك خير رفيق، ولكن اليوم وكل يوم الف مبروك، انت الثالث والرابع والخامس مع هادي. كيف الرجال معي؟ لا مجال للغرور.
والله لو كثر عايض كمية البرتقال يمكن ما تروح، لكن ما كثر. عندي أربع أسماء الآن: سعود الحوشان وعايض وهادي ومحمد ومحمد المفرع. خمسة، معليش أنا شوية في الرياضيات كنت أغيب، هذه مشكلتي ترى، كنت أغيب في الرياضيات، بس كنت أحضر يعني في التاريخ في الأدب كنت أحضرها كلها. كنت تحضر؟ في الأدب والتاريخ؟ إيه واجد. والرياضيات؟ يعني نص نص. طيب إذا 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 في الرياضيات أنت تحضر، وقلنا نبغى الخمسة يكون جنبهم الرقم سادس. سادس يصيرون ستة صح؟ ناقصنا واحد بس. يصيرون ستة؟ نعم. يعني لازم نكملهم بواحد صح؟ صح. أقسم بالله ذكي ذكي رياضيات، وعشان ذكي رياضيات عشانك ذكي رياضيات بس ياري. كم سلت نفسك تقولي؟ صفر. صفر؟ ذكي يا إخوان، والله ما ودي نفرط في ذكي في البرنامج، فأنا ودي إن قدام أسلوبك الجديد هذا منين جبت؟ عندي أسلوب جديد؟ صاير يروع. أقسم بالله العظيم أسلوبي أنا ماني حابه اليوم، قولي ليش؟ صاير يروع. لا والله ما هو يروع، بس أنت فاهمني غلط. أنت من يمكن من تحابني. لا بالمحبة. وعشانك من تحابني أنا أبغى أخليك على محبتك وعلى كرهك وعلى قلبك قاعد. المبروك رجوعك القريب. الله يبيض وجهك. بس عبد المحسن برضو أنا ما ودي إني أقعد على قلبه، بس للأسف إني قاعد على قلبه. المبروك عبد المحسن رجعك القريب. بسام يا بسام، ومحمد وعبد الرحمن وفهد وجميل ومشعل وأحمد، من اللي يتوقع فيكم يكون في البلي جروب؟ كل أمانة كل أمانة، من اللي يتوقع يكون فيكم بلي جروب غير عبد الرحمن طبعا؟ لأن عبد الرحمن أسطورة هذا الأسبوع، عبد الرحمن قاعد يجمع يكوش يكوش يكوش، بسم الله ما شاء الله عليك، عشان لا يجيني بعدين صف من المدينة يتعبني معك. عبد الرحمن بكل شفافية واضحة، ألف مبروك رجوعك القرية. الله يبارك فيك وطول عمرك. لأن ما يمدي نوتر. الله يبارك فيك وطول عمرك. أنت بالذات. يبارك سام. لكن بالنسبة لفهد تعجبني في حاجة، يعجبني إنه واثق من نفسه. ولا يحب يسلل نفسه، دائما صفر 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 صفر. أنا ما أعرف الثقة هذه وين بتودي فهد. ننجح إن شاء الله. حلو، يعني أنت تشوف أن أكثر واحد ينجح هو أكثر واحد يوثق في نفسه. أكيد. عطشتني يا فهد، المبروك رجوعك القرية. بارك فيك يا دكتور، بارك فيك من طول عمار. أخلعت بسام وجميل ومشعل وأحمد، وباقي لي هناك شخص، لكن أنا اليوم والله يا أخوان مزاجي متعكر، عشان كذا بطلع ثلاثة. متعكر المزاج ما جميل؟ متعكر مزاجي ويرضيني أني أعبي المسرح. أبشر الله بعزي. في يرضيك أنك ترضي؟ أبشر الله بعزي. ضميري أبشر. طيب قوم على البرايم. جميل سادس اسم معي في البليج. عبروسكم بسام. يرضيني؟ يرضيك؟ يرضيك؟ يرضيني. اللي يرضيك يرضيني. يرضيك ترضيني؟ مش البسة ولا ما يرضيك ترضيني؟ اللي ودك. إذا يرضيك أباك ترضيني في واحد من الاثنين، وتختار واحد من الاثنين وتقول له روح، بس بعد بإذني. تختار يا أحمد يا مشعل إنه يروح المسرح، بس بعد إذني. والله ماني مختار فيهم شيء. مين تختار، أحمد ولا مشعل؟ ما راح أختار فيه. اختار واحد عشان ما أختار. كلهم كفهم كملين البعض. ماني كلهم كفهم كملين البعض. طيب أنا بختار. أختار أحمد ومشعل، بس وين يروحون؟ لأنك ما اخترت، لو اخترت واحد ترى بتنقذ اثنين. آخر فرصة، أحمد ومشعل اثنين للبليغرو.
بسام زعلتني زعلتني وكان ضحيتك اثنين والله والله ضحيتك اثنين انت تخيرني في اثنين كلهم كفو ماني مختار ونعم احنا ما كنا احنا في مسابقه لعبه اي اكيد بس ماني مختار واحد احنا ما احنا في مجلس ولا احنا في مجلس صح ايش قاعد انا الخبط في الكلام باقي ما اعرف قرارك صح صح ما عجبتني انك ما اخترت لكن برضو انا ما احب يعني ازيد الاسيه اسيه فالف مبروك رجوعك للقرية الله يسلمك الحين عرفنا الشباب الجميلين اللي معي في البلي جرو مشعل قحطاني احمد حليم انا قلت محمد الدنعة ما قلته صح طيب ممكن ترتاح محمد طيب ممكن تجلس ما نسيتك اجلس مشعل قحطاني احمد حنيف جميل العتيبي سعود الحوشان وعايض الحارثي وهادي بن ربع محمد بن جابر وسعود او عفوا محمد مفرح كلنا بصوت واحد نقول المبروك محمد دنعة رجعك القريب الله يسعد دلوش والله انا كرضيتني عندي فايض اليوم والله لاني حزين جدا فابغى ازود الغله كذا بسولف معكم ودردش معكم تتوقعون كلكم ترجعون ان شاء الله هي 6 احنا المتعارف انها 6 8 لكن انا ودي ارحل 8 والله ايه اجازه عيد عشان اجازه العيد من حقك يعني الواحد معذر ايه طيب ابى ارجع اسم لاني قررت بعد ما جلست مع نفسي لمده 13 جزء من الثانيه هنا في الزاويه هذه بالضبط قررت ان غلط يروحون 8 لازم يروحون 6 ما لها داعي اني اسوي قرار جديد من راسي فلازم ارجع واحد فانا افكر ارجع مين افكر ارجع مشعل ولا احمد ولا جميل ولا سعود ولا هادي ولا محمد ولا محمد ما ادري مين افكر ارجع انا في اسم ما ذكرت اسمه صاحب البرتقال عايز ترجع والله ودنا ودك ودنا من اللي ما وده يرجع والله انا ودي بعد انك ترجع لكن الاقدار او تاتي او تركض او تمشي السفن ما تشتهي السفن ما يا اخي انا قلت لك الادب ما حضرت الرياضيات والادب المبروك رجوعك شباب اتمنى الكل يرجع هاي هذا العين مسارة بيجيكم إن شاء الله راجعي يلا المتعة كذا مانشت مانشت بالخط العريض بكرة في صحف العالم كله رجل أنقذه البرتقال المبروك عايض أنك رجعت باقي لي وأنا أسمع ونين في المسرح محمد مفرح